فقد انتهينا في اللقاءات السابقة بخواطرنا الإيمانية حول سورة البقرة، وبينا أن الحق سبحانه وتعالى قد استهلها بحروف مقطعة هي ألف لام ميم، وبينا ما يمكن أن يتوصل إليه الصفاء الإيماني من حكمة ذلك الاستهلال لبعض الصور بالحروف المقطعة. فكأن الحق سبحانه وتعالى حين أنزل كتابا معجزا للإنس وللجن معا إلى أن تقوم الساعة، شاء أن يقول لنا إن الإعجاز في هذا الكتاب ليس لأنه من مادة أخرى غير مادة كلامكم، ولكنه من أبجدية لغتكم ومن كلمات ألسنتكم، فلم يأتي بجديد في مادة الكلمات، وإنما كان معجزا لا لأن مادته تختلف عن مادة لغتكم، ولكن لأن المتكلم هو الله. فالله يتناول أشياء ويتناول خلقه أشياء، فخلقه كما قلنا يوجدون مصنوعات من عدم، ولكنهم يصنعون المصنوعات من مادة مخلوقة لله، وتجمد صنعتهم على ما صنعوا. فلم يصنعوا كوبا كما قلت صغيرا لينمو، ولم يصنعوا كوبين ليتزاوجا وينشئا أكوابا صغارا، إذن فصنعة الخلق تظل مجمدة على ما هي عليه، ومعنى أنها مجمدة أنه لا حياة فيها. ولكن الخالق يخلق الشيء ويعطيه مادة الحياة، فيخلق آدم ويخلق حواء، ومنهما يتكاثر النوع الإنساني، ويخلق البذرة ومنها يتكاثر النوع النباتي، ويخلق الحيوان ومنه يتكاثر النوع الحيواني. فكأن الله يقول أنا أخلق وأهب الحياة لمن أخلق لتظل سلسلة الحياة فيه موجودة، وأنتم إن صنعتم شيئا فسيجمد على ما تصنعونه ولا ينمو ولا يتناسل. كذلك يتكلم الله بكلام من حروف كلماتنا، لذلك كان معجزا لأن فيه الحياة، ولأنه يعطي دائما عطاء جديدا. وكلام البشر حين يتكلمون يجمد على ما يكون عندهم من خواطر ساعة يتكلمون، ولكن كلام الحق غير ذلك. هذا الكلام المعجز هو الذي ينبغي أن يسمى كتابا، كما تقول في رجل اجتمعت فيه خصال الخير والرجولة تقول هذا الرجل، وكأن ما عداه ليس رجلا. فكأن الله قال ألف لام ميم ذلك الكتاب الذي يصح أن يسمى كتابا هو هذا القرآن، لأنه بلغ القمة في الوصف بالكتابية التي تعني أننا نسجل الخير النافع. وضمن الله فيه الهدى، وقلنا في الهدى إنه الدلالة الموصلة إلى المطلوب، إذن فهو طريق إلى خير مبتغى. ومن الذي وضع الطريق إلى الخير؟ إنه الله، ومن أعلم من الله؟ إذن قد يأتي البشر ليضعوا طريقا موصلا للخير، ولكن علمهم محدود وقدراتهم محدودة وحكمتهم محدودة، فهم يضعون الطريق على وفق هذه المحدودية في القدرة والعلم والحكمة. والله حين يضع للناس طريق هدى يضعه على منتهى حكمته،
وعلى منتهى علمه وعلى منتهى قدرته.